زبير التركي يقول خلال لقاء صحفي في مقر مؤسسة التميمي إن عددا من النساء المبلغات عن الفساد تم طردهن من عملهن والتنكيل بهن تقدمن بشكايات في الغرض سنة 2020 لدى الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد وأخرى جزائية لدى القطب القضائي. تعلق إحداها بمسؤول تم تعيينه في شهر أكتوبر الماضي في الحكومة الحالية حسب قوله. ثمان ساعة تعزلت، ثمان ساعة طردين، ثمان ساعة موقوفين على العمل بتاعهم، ثمان ساعة نكلوا بهم بشهريهم ما عيدوش عيد كبير. ودخلت في أونغروناج مع وزير من الوزراء اللي أنا نحط عليه نقطة صفاء مش لازم نسميه لأني ما نعرفوش ما نحبش نعرفه لأني ما نتعاملش مع أشخاص نتعامل مع ملفات. وزير مقدمين بيه شكاية في الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد لسنة 2020 وشكاية جزائية لدى القطب القضائي. اليوم نوخر القادم نلقاه وزير في الدولة معنا وزير دولة هذا يقول لك كيفاش الملف. أنا عندي ملف صفقة عمومية 37 مليون دولار كيفاش أنا غدا باش نخدمها معاها. ولو كان نكشف الجواب اللي جاوبني عليه الوزير يوم 11 أكتوبر معين وزيرة لو كان نكشف الجواب اللي جاوبني به على المبلغة شي حشو.